مقتل الناشط الصدري في محافظة باب الأيسر الخفاجي، وبحسب المعلومات الأولية جهات مجهولة قامت بدهسه. كناشط ومتابع لسياسي وأمني أيضا، كيف تابعت هذا أو هذه الحادثة في المحافظة؟ حياك الله، تحية لك والجمهور العزيز. في بداية الحديث، تابعنا وبحذر ما يحصل في محافظة بابل، كوننا حذرنا سابقا من انفلات أمني في محافظة بابل، وكذلك يوم أمس قد أوصلنا رسالة بوفد إلى رئيس الجمهورية، وكنت مع هذا الوفد، أن محافظة بابل تعاني عدم استقرارا أمنيا، وكذلك من اليوم 15 على التوالي منذ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس محافظة بابل التي كانت الاتفاق على القوانين والاستحقاقات الدستورية، وكذلك ما حصل في محافظة بابل هو تداعيات خطيرة وتطورات للأحداث فيما حصل قبل هذه الحادثة من رمي بعض الرمانات الصوتية على المتظاهرين، وكذلك الاعتداء على أحد الناشطين المدنيين وكسر جامع سيارات. نعم، طيب سيد مصطفى، تحدثت عن أن عدم الاستقرار الأمني كان يعني بارزا منذ حوالي 15 يوما، أي منذ تولي المحافظ الجديد لمهامه كمحافظ لمحافظة بابل، وبعد هذا يعني التنصيب أصبح هناك عدم استقرار أمني في المحافظة، أليس كذلك؟ نعم. حدثت خروقات أمنية. نعم. حدثت خروقات كثيرة قبل حادثة اختطاف الناشط الصدري أيسر الخفاجي. حدثت خروقات أمنية كثيرة أمام أنبار القوات الأمنية. حدث خرق أمني في ناحية الحمزة عندما أطلقت سيارتين مجهولة قنبلتين صوتيتين على متظاهري الحمزة الغربي، وكذلك اعتداء على المتظاهرين في محافظة بابل في مركز محافظة بابل. هذه الخروقات قد حذرنا منها سابقا، وقد أوصلنا رسالتنا إلى رئيس الجمهورية وإلى الجهات المعنية، وكل هذه التداعيات الخطيرة هي لعدم اكتراف الجهات لتحذيرات المتظاهرين الممثلين لشعب بابل. نعم، طيب سيد مصطفى، كيف يمكن اليوم لمحافظ بابل الجديد السيد عدنان فيحان أن يتعامل مع هذه التحدي المبكر إن صح التعبير منذ أن تسلم مهام منصبه كمحافظ؟ باعتقادنا أنه هو باعتباره كان رئيس لجنة أمنية في مجلس البرلمان، بتأكيد لديه خبرة لاحتواء الأزمة. إذا ما تحدثنا بصورة سياسية، لكن رؤيتنا كممثلين عن الاحتجاج وممثلين عن الرأي السياسي للاحتجاج، أن مثل محافظ بابل باعتبار الوضع الأمني في بابل قد خرج من يده وقد وصل إلى قادة أعلى شأنا من محافظ بابل. يعني ألا يستطيع اليوم المحافظ أن يحتوي هذه الأزمة برأيك سيد مصطفى أم لا؟ لا نعتقد أن محافظ بابل قادر على احتواء مثل هذه الأزمة. ماذا عن الاستعراض العسكري أو الانتشار إن صح التعبير لسرايا السلام في المحافظة، وما هو دلالاته أو رسالته ربما؟ كل استعراض عسكري بالتأكيد لديه دلالات كثيرة، واستعراض سرايا السلام هو دلالة ورسالة للخصوم أن التيار الصدري متواجد بثقله الجماهيري وثقله العسكري. إذن سيد مصطفى غافل، وأنت الناشط السياسي، كنت معنا عبر سكايب من بابل، شكرا جزيلا.